التوقف وبعد تقريبا الهدوء الذي عاد للتدريبات بعد الخسارة الثقيلة الأخيرة من الأهلي. اللاعبون تحدثوا للملعب. شوف يعني الهزيمة جات في بداية الدوري، يعني إن شاء الله بإذن الله أنها هي اللي صح على المسار. قبل مباراة الهلال يعني تكلم معنا أمير خالد، كان يعني نصحنا كلنا أن يعني ننتبه من المباراة هذه والدوري لسه بأوله. صحيح نفس الكلام اللي كان يعني يحرص منه الأمير خالد، يعني هو اللي حصل في المباراة، بس إن شاء الله بإذن الله أنه مو نهاية المطاف. وكويس أنه يعني زي ما تفضلت وتفضل الجمهور أنه هزيمة في بداية الموسم هي اللي يعني تقوم الفريق، لكن الهزيمة لا سمح الله اللي تجيك نهاية الموسم هي اللي ما يمديك تصحى يعني بعدها، خصوصا أن يكون جميع الفرق يعني في أشد تنافسهم. ما يكون باستطاعتك أنك تخسر نقطة واحدة. فإن شاء الله بإذن الله أنه ما ننسى برضه يعني بداية الدوري ثلاث مباريات الحمد لله ماشيين من أحسن ما يكون. يعني خسارة الهلال لا تخلينا يعني أنه خلاص يعني نطيح بعدها، لا بالعكس، إن شاء الله هي بإذن الله هي اللي راح تخلينا نكون صاحيين لنهاية الدوري إن شاء الله بإذن الله. والله الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. مباراة انتهت نهاية ثلاث نقاط، خسرنا مباراة كانت على قولتنا جرس انذار بداية الدوري. لسه احنا ما صار شيء، لسه لاحقين على 23 مباراة، خسرنا ثلاث نقاط من شقانا فريق الهلال، لسه الهلال متعادل معنا في النقاط، لسه الفرق متقاربة. يعني اتوقع ان النتيجة جات، يعني انا اشوفها الان صحتنا اكثر، يعني أعطتنا أكثر مسؤولية عن المباريات اللي راحت. إن ما لازم نغفل عن المباريات اللي قدمنا ثلاث مباريات، وهذا اللي حصل لنا إحنا. يعني إحنا مباراة الهلال صراحة بعد الهزيمة شدينا أكثر إحنا. يعني حسسنا بمسؤولية، اجتماعنا مع رئيس النادي صراحة في منزله بعد المباراة. يعني وعدنا نتضافر أكثر ونجتهد أكثر وننسى المباراة اللي راحت بظروف إن شاء الله. هذا ما يخص الأهلي في جانب الأهلي. أما حضر أو الذي تابع هذه التدريبات سأله بالتأكيد عن المناسبة يوم الخميس ومناسبة إطلاق الاسم الأمير محمد العبدالله على الملعب. محمد مسعى تذكر الأمير الراحل ويبدو أنه يتذكره بشيء من الحزن. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله الأمير محمد العبدالله الفيصل. طبعا فقيدا وفقيد الرياضة السعودية بأكملها. صراحة الأب، أنا أقول له الأب الأمير محمد العبدالله الفيصل. صراحة يعني وقفاته معانا كانت وقفات كثيرة بالنسبة لي أنا. يعني صراحة في بدايتي في النادي يعني كان يعني تحفيز منه كثير، كنت دائما يعني بزاوره، أحيانا يكون يعني تعبان في المستشفى هذا بزاوره هناك قبل رحلة العلاجية الأخيرة لأمريكا اللي توفى بعدها. كنت متواجد عنده في القصر قبل لا يسافر، نتحمد له بالسلامة. يعني صراحة الشعور ما يوصف الصراحة، يعني أب نعمة معنى الكلمة. حضوره الفرحي الأب دعوتي، يعني آخر نصيحة يعني وجهها لي إني يعني أكمل مشوار الرياضي، ان ننتبه للحياة الجديدة. بالنسبة لنا يعني حياة مغايرة جدا، يعني قد ما نقول ما نوفي حقه الصراحة، يعني ابونا كلنا. كابتن محمد، موقف لا تنساه من الامير محمد عبد الله الفيصل؟ والله من المواقف كثيرة، يعني انا بعد سعودي من درجة الناشئين، او بالاصح بعد سعودي من درجة البراعم للناشئين، كانت عندي إصابة في ركبتي، فكان خالد أخوي دائما بيقول لي يعني انتبه من الإصابة. كنت يعني صراحة أتحامل عليها كثير، وكنت أحس آلام، يعني حتى في البيت بشتكي كنت. فالمغفور له الأمير محمد طلب مني أني أحضر يعني النادي، وجيت للدكتور، كان موجود الدكتور رؤوف، كشف علي وقال لازم اني يعني اروح المستشفى ثاني يوم اني اسوي اشعه هناك. اجريت اشعه في المستشفى اللي هي مستشفى السلام التخصص الان،
فأمر الدكتور أني أسوي عملية يعني يتكفل بكل مصاريف العملية الأمير محمد الله يرحمه. يعني هذا الصراحة شيء من الأشياء الكثيرة اللي الصراحة يعني ما أتذكرها الآن، بس كل اللي أقول الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويحسن مثواه الجنة. علي